شكرا سي خالد، شكرا على منبر الاحداث اللي جا يغطي هاد الدوري المصغر لكره القدم. اولا كنشكروك على المجهودات المبذوله على التغطيه ديال الاحداث سواء الرياضيه او السياسيه او الفلاحيه في جماعه مجات وجماعه سيمو كيفان وباقي جماعات تابعه لعمله الكنس. كنشكر السي خالد مره اخرى. هنا حنا كنشاركوا كجماعه السيمان مول كيفان كمجلس جماعه السيمان مول كيفان في الدوري المصغر اللي كيحتوي على واحد المجموعه فيها 8 ديال الفرق ومن ضمنها 4 جماعات اللي هي ايتبور زوين تبع العماله بكناس عماله الحجب ومجاط وبوفكران وسيد سيمان مول كيفان. وانا جد محظوظ باش الاخوان ديال المجلس استدعوني باش نكون من ضمن اللاعبين اللي كيمثلوا جماعه السيمان مول كيفان. ومسيره موفقه للجميع ان شاء الله. غادي تدوز هاد الدوري في احسن ما يكون وداكشي اللي بغينا. وغادي في الختام غادي نستعيوك السي خالد باش ديرنا التغطيه ديال النهايه. وشكرا. شكرا اولا لهذا المنبر الاحداث الذي صراحه يواكب جميع التظاهرات سواء الثقافيه او الرياضيه هنا بجماعه بزات وفي مجموعه ديال الجماعات. هذا الدوري يأتي صراحة بمناسبة شهر رمضان، والدوري يضم 6 فرق، فرقة قيادة مجات وفرقة جماعة مجات إضافة إلى فرقتين من جماعة سيدي سليمان، فرقة جماعة سيدي سليمان وفرقة ديال أعوان السلطة، إضافة إلى فرقتين فريقين من جماعة بوفكران بشويس بوفكران وأعضاء جماعة بوفكران. يأتي صراحة هذا الدوري هذا صراحة اللي هو ليس الهدف ديالو كرة القدم والرياضة بالدرجة الأولى، بل هو صراحة تقوية العلاقات بين الموظفين وبين الأعضاء وبين الجماعات، وهذا صراحة ما نسعى إليه ونصبوا لتحقيقه إن شاء الله من خلال هذا الدوري الرمضاني إن شاء الله الذي سيكون ناجحا بإذن الله. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. انت كتشوف هذا الدوري هذا المصغر بين الجماعات والسلطات المحليه، وحنا دايرينه في الشهر المبارك لكون هذا الشهر هذا هو شهر ديني ورياضي، لان الصيام هو الصحه لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا تصحوا. وكنعاونوا حنا بشويه ديال هذه الرياضه هذه، ايوا لا سيما الناس اللي بادينين حالينا السيد الرئيس كنطيحوا شي شويه ديال السمنه. ايوا هادشي اللي كاين. بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان مبارك سعيد على جميع المغاربه والامه الاسلاميه جمعاء. بهذه المناسبه تم تنظيم دوري رمضاني بين الجماعه الثلاث اللي هما جماعه اخوه ومنبثقين عن جماعه بوفكرة اللي هي الام، جماعه سيدي سليمان مول كيفان وجماعه مجاط. وتم اقتراح هذا الدوري في اطار توطيد العلاقه بين أطر وموظفي ومنتخبي الجماعات الثلاث وزيادة الاندماج فيما بينهم فيما يخدم مصلحة الساكنة. وبمناسبة هذا الشهر العظيم وتشجيعا للرياضة في الجماعات الثلاث تم اقتراح هذا الدوري الذي يضم فرق من موظفي الجماعات ومنتخبين وأعوان السلطة والسلطات المحلية. وشكرا للجميع ونتمنى التوفيق. رمضان مبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. كنرحبوا الاخوان المشاركين في هذا الدوري هذا، هو دوري رمضان كتشارك فيه 6 ديال الفرق، ودوري المحبه والاخوه، وكنشاركوا كمتطوعين باش نديروا واحد الدوري ونديروا واحد نشاط رياضي منطقه ديال مجات. ومشاركين فيه تقريبا موظفين ورؤساء جماعات ومرشحين، ونتمنى الله يدير هذا الدوري بخير وعلى خير ويدوز في أجواء رياضية ورمضانية. وشكرا جزيلا.